أكيد عم تمزح. لا لا بمزح، ومش بس كرمالك، كرمال سلمى كمان اللي روحت الولد. شو؟ شو عم تحكي أنت؟ متى صار هالشي؟ يوم يا عن جد حرام، ما بتستاهل. بتعرف شو؟ خلينا بكره نروح لعند أقلا وعشو نتشك عليه، هو ما بيستاهل نعطيه حتى أهمية، هي بتكون بحاجة لقدنا أكتر. عن جد الله وحده بيعرف هي بشو بتكون عم تقطع هلأ. ماشي، روقي انت، روقي. يعني صراحة أنا كتير خجلانة منكم ومن حالي. هلأ أنتو حدا عم بتواسوني وتتفهموني وتوقفوا حدا. لا يا سلمى، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ أنت صديقتي ورفيقة عمري، بعدين أنت ما لك علاقة بكده اللي صار. هو الحيوان. أنا كتير تعبانة وسيم، كتير تعبانة، حس اني ما رح اقدر كف. ما تعتلام، انا حدك ورح ابقى حدك، وانا باكد لك انه رح نرجع مثل ما كنا واحسن. باكد لك بس هو اللي رح يبقى وحيد كل عمره، صدقيني. ولو مش معقول هالحياة هيك، كيف بلحظة بتنقلك من مال لمال؟ امبارح كان ابني جواتي وماهر قاعد حدي، وهلا خلص ما عاد في شيء. هيدي أطيب قهوة لأغلى اثنين على قلبي. يعني عن جد مني عارفة كيف بدي أتشكركم على كل شيء. سلمى، أنا كمان الصدمة ما كانت هينة علي أبداً، بس الحياة بدها قوة ومواجهة، مش استسلام هيك. بتعرفي أنا محلك ما بقدر فوت على هيدا البيت، ولا بقدر خلي أي شيء يذكرني بالشخص اللي إذاني. عن جد شو انك نظيفة من جوا يا زينة. سلمى، أنا ضحية مثل مثلك، بس الفرق انك انت دفعتي الثمن أكتر بكتير. بعدين انت رفقته لوسيم، وهذا الشيء بكفي بالنسبة لي. ما بدكم تقول قهوة؟